جايز الزلف لون فيديو جد رياكسيو جديده خاوتي. هنا هذا الفيديو درته خصيصا كما قلت لكم يا خاوتي، انا درت بتوني الجزائر البارح يا خاوتي، ما درت لكم ديجا الفيديو، مازال ما حطيتش، غنحط هذا عاد باش راح اذا حبيتوا نحط لكم. درت الملخص تاع الماتش تاع موريتانيا والجزائر، درت عليه رياكسيو حيت ما تفرجتش يا خاوتي، رقدت وكي صبحت الصباح بعثوا لي ملخص وبعثوا لي شي فيديوهات، قالوا لي دير لينا رياكسيو على هذا لي فيديو، قول لنا واش رايك. داكور حبيبي، هذا ما كان خاوتي، الناس اللي بعثوا لي فيديوهات في انستغرام من هنا، هذا هو انستغرام تاعي. كنشكركم بزاف يا خاوتي الاعزاء، شكرا لكم، جمعه مباركه بعدا. وسو خاوتي بلا ما نطول عليكم، راح نديروا رياكسيون وندو نحكيو على العفايس اللي طراو البارح بين الجزائر ونظيره ولا اللي جا ضد موريتانيا، الديربي المغاربي. سو خاوتي بلا ما نطول عليكم، راح نشوفوا كاع شنو صرا هنا. بعثوا لي شي فيديوهات، كان فيديو الاول شاهد المنتخب الجزائري يدخل بالعالم الفلسطيني في مباراه امام موريتانيا. اوكي خلينا نشوفوا يا خاوتي هادشي بعثوا لي باه، قالوا لي دير لنا رده فعل وراح نشوفوا ان شاء الله. نتمنى يعجبنا هادشي. سو 3 2 1 ليتس جو. دقيقه خاوتي راح نوقف. واو تبورست تعبكم والله، غير تبورست يا خاوتي. اي هنا كاين الوشاح تاع فلسطين اوليك منا كيما هاك. اون بليس سير نكملو. قولوا لي دخلوا باسمه اسماءهم يا خوتي باللغه العربيه والوشاح الفلسطيني. فشهدوا برافو عليكم. فشهدوا انه الديربي المغربي. والله يا خوتي مازال ما تما، مازال شدني واحد الحسره اقسم بالله، كي تشوف بلاد تاعنا هكذا دايره تطبيع مع اسرائيل، وتما تشوف هنايا يا خو. بصح حنا يا خوتي بيناتنا بينكم، الشعب الجزائري والشعب المغربي خوتي. بصح لا بوليتيك هي اللي مفرقانا، واحد الحاجه يا خوتي لا بوليتيك هي دير في الفتنه ماشي الشعب. اقسم بالله وكاينين الناس شعب هو يدير في الفتنه، ربي يهديهم اقسم بالله. هذا ما كان ماشي موضوعنا، هذا الموضوع ديالنا انه فخامه الدوله الجزائريه او المنتخب الجزائري ولا غير يا خاوتي. تجيني حسره يا خاوتي كي تشوف زياش ما هزش الدرابو تاع فلسطين كي يربحوا تشامبيونز ليغ، وكي تشوف محرز هز الدرابو تاع فلسطين دف قال لهم ارتاح نهزو الدفوة، ولكن الخساره قدر الله ما شاء فعل، كلشي بالمكتب. مي محرز يا خاوتي كيبقى شيكور افضل بالالاف الاف مرات. انا عندي انا الراي تاعي يحترم. كملوا نشوفوا الفيديو التالي، شوفوا الفيديو الثاني يا خوتي العزاز، وراح نحكيوا في هذا الموضوع تاع زياش ومحرز. انا يا خوتي نشوف محرز يا خوتي فايتو بدرجات بالالاف الاف الاف سنين ضوئيه. محرز شيكور خو والله. اهلا بكم، اذا شاهدوا مجرد يا خوتي المبادئ ديالك فلسطين تاش دا المال وداكشي ما دايمش لك يا خويا. ادعم الدوله يا خويا، ادعم الدوله الفلسطينيه. لاعبي منتخب الجزائري يدخلون باوشحه العالم الفلسطيني. انا لي فوتو يا خاوتي شوف ما شاء الله والله. كذلك اقمصه المنتخب الجزائري المكتوب. واو كاين الدروب تاع فلسطين وضربوا هنا فاش كان هنا. واو شوف التونيات هادو ما يوصلوش للمغرب، عقل عليها. لو كان يوصلوا للمغرب اقسم بالله غير ناخذهم، لو كان غير يبعث لي شي واحد في الجزائر يبعث لي والله غير نخلصه. اقسم بالله ونخرج به هذا كيما هذا. هاو ليك هذا نورمال خويا.
ولا انا راح ندير فيه الدرابو ديال الجزائر والدرابو ديال الاعقل استغلوا مليح هذا، راح ندير الدرابو تاع فلسطين والدرابو تاع الجزائر منا، استغلوا مليح استغلوا. تبقى باللغة العربية التي عرضت من خلال اللاعبين أمثال رامي بن سبعيني بالقبلة وإسلام سيماني وسفيان فيغولي. إذا ندعكم هذه الصور الرائعة، لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا. سليماني واو استغلوا مليح هذا التوني هذا، شتوه والله غير اقسم بالله غير نبدع فيه، والله غير ندير فيه فلسطين والجزائر من هنا، استغلوا مليح هذا اذا لقيتها والله غير ندير، استغلوا مليح. واو واو توني كيف داير يا جدك، شو 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 الجزائر فلسطين والله غير شواكر اقسم بالله. انا يا خوشي خانوني الكلمات والله، كي تشوف الجزائر تدعم في فلسطين والمغرب، لا لا والله غير تجيني حسرة اقسم بالله. فلتشهد يا تاريخ، اول دولة عربية في العالم ولا اول دولة في العالم كتدعم فلسطين هي الدولة الجزائرية، برافو والله لا فريمون برافو عليكم اقسم بالله. اوكي هنا جمال بالماضي يتحدث بتأثير عن رفع لاعبي الكو والعالم الفلسطيني. كيرفع العالم الفلسطيني، راح نشوفوا شنو قال بالماضي المدرب المنتخب الجزائري بالماضي. بيان سور احنا علاقه مع الفلسطين معروفه، نحبهم ويحبونا. هذيك اون افي اورغانيزي سا، اون ماي دوموندي ايفيدامون مون افي، شوز سو فون انسومبل لا سي سي. C'est une idée de la fédération, bien sûr, on peut être d'accord avec ça. Ou والله غير فريمون برافو 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 ليك بالماضي، بالماضي احسن مدرب عربي ولا احسن مدرب في العالم، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي رانا نساينوك في كاس العالم، في كاس العالم ان شاء الله، والله غير راني نشجع في الجزائر في كاس العالم. هكذا خاوتي العزاز لازمكم يا خاوتي تسيبورتي، والله تشجعوا معنويا يا خاوتي، والله يا ربي. ما شاء الله عليك، ومورانا موراهم ورانا الشعب واحد، وان شاء الله ربي ربي يجيب الحلول ان شاء الله ليهم ولينا، بيسكو فينالمون رانا واحد شعب واحد. والله غير يا خو المدرب جمال بالماضي ورشيد غزالي يظهر على طريقة محرز سير رياض عطى بالجول صافي بليزير كانت معنا في التي كانت عليه سؤالي خارج منتصف الموسم، لانه دائما اللياقه البدنيه يعاني فيها اللاعبين مع بدايه الموسم ومع النهايه، في بدايه الموسم لا يصلون لاحلى والافضل رياض عطى بالجول هذه في التي كانت عليه مع منتصف الموسم، لانه كنترول يا جد مع منتصف الموسم، لانه دائما اللياقه البدنيه يعاني فيها اللاعبين مع بدايه الموسم ومع النهايه، في بدايه الموسم لا يصلون لاحلى والافضل ما لديهم من الناحيه البدنيه، وفي نهايه الموسم يكونوا تعب، واما في منتصف الموسم فتكون اللياقه البدنيه ناهيك عن ما خلفه كوفيد 19 اللاعبين الذي ربما اضطر النوادي والمنتخبات. والله غير البارح رقدت يا خاوتي، دي المشكله اللي صرات لي البارح، لو كان ما رقدتش لو كان تفرجت في الماتش ولا درت ليه لايف ولا عفسه كيما هكا، رقدت يا خاوتي تعرف يا خويا تعذبت، ولا تعذبت بزاف البارح، انها لا تجتمع كثيرا وانها لا تؤدي مباريات وديه والمنافسه في مختلف البطولات كان بالماضي صح منا صح منا كنترولات دقيقه نجا عن طريق دياتي ديارة الان لدفاع المنتخب الوطني المكون كما قلنا من عطال وعبد اللاوي وطوبة وكذلك عبد القادر بدران في اول تجريب من جانب الناخب الوطني لهذا الرباعي، عبد القادر بدران في اول تجريب من جانب كما قلنا من عطال وعبد اللاوي وطوبة وكذلك عبد القادر بدران
اول تجربة شكور يا رب يا الهي شكور تدريب من جانب الناخب الوطني لهذا الرباعي في الدفاع. يوسف عطال يعود الى الخلف. قطع صافي قطع قطع صافي هذه اللي خصات كل شيء والله غير فريمون فريمون يا خويا يا خوتي كي تشوف الجزائر يا خوتي هذه البلاد دخلات يا خوتي للتاريخ انها كي دعمت فلسطين. كاين شي يوتيوبر ما يحكيوش على هذه انا قررت نحكي عليها يا خوتي واخا راني شي نتاع الراب قررت نحكي على هذه فريمون راه شابو ليكم شابو ليكم شابو ليكم المنتخب الجزائري شابو ليكم على الدعم هذا. وكي تشوف بلادي انا المغرب ماش الدعم فيها ولا ما ماشي كيفاه تاع ماشي كي شغل ما دعمش فيها. شوف ما مشي يديروا جيست والله غير يا خوجي غيرني الحال اقسم بالله انا نحكي بس من اعماق القلب وهذا ما كان خاوشو اقسم المهم ليسونس ديال خاوشي لايك ابوني بارطاجيو وهذا ما كان ايات الله وخاوشي العزاز ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو واخا شويه حزين ايا يا خاوتي جامو تخليو هاد البلاد هادي اقسم بالله هاد البلاد هادي جامو تخليو نتوما اللي عنده شي جنسيه جزائريه جدك مليون ومليون ومليون خاوتي تهلا الله.